بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بحضراتكم. أنا الدكتور محمد النعماني، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة القلبية بكلية الطب. الحقيقة هنتكلم عن بعض الببليك أويرنس فيديوز الخاصة بمريض القلب والشريان التاجي. يمكن في بعض الأسئلة اللي حابين يعني نعلق عليها ونوضحها. أول سؤال قدامنا هو أسباب متلازمة الشرايين التاجية الحادة. متلازمة الشرايين التاجية الحادة هي ممكن تبقى جلطة حادة في الشريان التاجي أو احتشاءة القلبية الحادة، وممكن تبقى الاحتشاءة القلبية الغير مكتملة، وممكن تبقى الذبحة الصدرية الغير مستقرة. الحقيقة قصور الشريان التاجي له أسباب كتير جدا، وبنسميها الريسك فاكتورز أو عوامل الخطورة اللي موجودة في المرضى اللي بنشوفهم يوميا. أشهرها طبعا التدخين، السمنة، ارتفاع نسبة الكوليسترول، ارتفاع نسبة السكر في الدم، وجود عامل وراثي قوي، وعوامل زي اللي بنشوفها في حياتنا اليومية زي الاسترس أو التوتر اللي مصاحب لنمط الحياة اليومية. دي يمكن أشهر عوامل لخطورة الإصابة بالشرايين التاجية ومتلازمة قصور الشرايين التاجية الحادة.